احنا كنا بنتكلم امبارح لو تتذكروا يمكن في اخر الحلقة خالص حول ما كتبه الرئيس للاهرام بمناسبة صدور العدد 50,000، ويمكن الرئيس اختار ان يعنون كلمته بكلمة او بعنوان تحية تقدير واعتزاز. طيب خليني يمكن والله أنا مبسوط جدا بالمقال ده. خليني بعد إذن حضراتكم ناخد معانا على تليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة يسرى الشرقاوي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وبمشاهديك أينما كانوا، أهلا بيك. ربنا يخليك. يا بختكم بمقالة الرئيس عندكم في الأهرام. أكيد 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 طبعا. يمكن وفعلا زي ما حضرتك بتقول العنوان هو بيعبر عن المناسبة وعن ثقل التحية وثقل مرسلها سيادة الرئيس أيضا وأهمية المناسبة بالنسبة لنا كأهراميين. والحقيقة أنا برى من وجهة نظري الشخصية أن هذه الرسالة وعنوانها لا يخص الأهراميين فقط لكن يخص الصحافة والإعلام المصري في هذه الفترة الحرجة بشكل عام. صحيح، والرئيس أسهب الحقيقة القول فيما قاله في أكثر من اتجاه وفي أكثر من زاوية، لكن كان جزء مهم جدا في هذا المقال هو تقديره التام للصحافة ومهنة الصحافة والعاملين بيها. بس هو استهل ما خطه سيادة الرئيس إلى الأهرام في هذه المناسبة الفارقة بأنه بيوجه التحية خاصة جدا لجموع الإعلاميين والصحفيين سواء داخل الأهرام أو خارجها، ثم انتقل من العام إلى الخاص، انتقل من جموع الصحفيين والإعلاميين بشكل عام في مصر إلى الأهراميين وعلى حالة الأهرام ونموذج الأهرام بشكل خاص. صحيح. أستاذة يسرى، يمكن حضرتك أدرى مني وتقدري تتكلمي في ده أكتر مني بمراحل، نحن بنتكلم على 50,000 عدد من الأهرام، يعني احنا بنتكلم على مؤسسة هي واحدة من أقدم المؤسسات الصحفية، مش في مصر مش في المنطقة العربية، احنا بنتكلم على مؤسسة من الأقدم على مستوى العالم. وقع الأمر، خلينا أولا نوضح ان في فرق بين حاجتين، الاقدميه والاستمراريه. الاهرام من الاقدم، قد لا تكون الاقدم على الاطلاق وهي حتما ليست الاقدم على الاطلاق، فقد سبقها على المستوى العربي والعالمي تجارب شتى، لكن هي من الاقدم. احنا بنتكلم عن حوالي 148 سنه من العمل الصحفي والاعلامي، بنتكلم عن زاويه ثانيه انا في تقديري الشخصي هي الاهم، الاستمراريه. إن إحنا بنتكلم عن 148 عام مستمرين في خدمة القارئ المصري والعربي في تقديم وجبة صحفية متنوعة. لم يتخلل هذه الفترة 148 عام، لم يتخلل هذه الفترة قرن ونصف تقريبا، لم يتخلل هذه الفترة انقطاعات إلا محدودة للغاية. ففكرة الاستمرارية وفكرة تأسيس مؤسسة ليها ركائز مهنية وأخلاقية واعتبارات معينة في اختيار من ينضم ليها ومن يعمل بين أركانها ومن يحمل لواءها، فكرة الاستمرارية دي في عالم دائما يتغير، في عالم دائما بيشهد كل شوية جديد وانتكاسات وممكن إنجازات، فكرة ان احنا وسط كل الإنجازات وما قد يكون من انتكاسات من حين لآخر ان انت مستمر وبتحافظ، ممكن طبعا اكيد اكيد من الحكمه والفطنه ان انا انقذ نفسي قبل ان ينقذني احدهم، اكيد احنا بشر وبنتاثر كمؤسسه الاهرام، بنتاثر بكل ما يتاثر به المجتمع المصري، الاقتصاد المصري، السياسه المصريه، كلها ليها انعكاسات على هذه المؤسسه. ورغم هذه الانعكاسات ان نستمر، فدي في تقديري الشخصي وقد أكون مخطئة وقد أكون على صواب، دي شهادة جودة، شهادة تقدير لينا إن إحنا قادرين نستمر رغم كل هذه الانقلابات التي تمر حولنا طوال 148 عام، طوال 50,000 عام.
صحيح، يعني عقبال ما يبقوا 1400 عام بإذن الله، 1480 عام عشان يبقوا مظبوطين كمان. أنا بشكرك جدا 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 أستاذة يسرى الشرقاوي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. هنتكلم على واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية زي ما كنت بقول لك في مصر وفي المنطقة وفي العالم. حتى أنت لو جيت رجعت يمكن تاريخ المؤسسات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية فهي يعني لا تحمل حتى نصف هذا العمر. يمكن أستاذة يسرى كلمت كمان على فكرة الاستمرارية. الأهرام من ضمن المؤسسات المهمة جدا في العمل الصحفي المصري، حتى برغم انحيازاتي الطبيعية والمهنية والميلادية بمؤسسة روزا اليوسف. ستبتكلم الأهرام دي اللي كتب فيها تقريبا كل الكبار.